بسم الله الرحمن الرحيم. حضورنا الكريم، حضورنا المميز على بركة الله وحوضه. أعلنت لجنتنا على انطلاقة شوطنا الخامس، شوط خصص للأبكار المحليات الأصايل، ونتمنى دائما التوفيق والناموس للأخوة المشاركين. ما شاء الله التواصل الدائم، شوط تلو شوط، ناموس تلو ناموس لهذه الشعارات الجميلة والمميزة. ما شاء الله شوط الأبكار المحليات لأصحاب السمو الشيوخ، باحث عن كثير من هذه الشعارات لكي تتقدم هناك إلى موقع الناموس، تتقدم إلى موقع الحدث، والحدث دائما يأتي مع الكيلو الأخير مع اللحظات الجميلة. ما شاء الله ملوح في المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان، فراشته مكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، هناك سلهودة علي بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري. ما شاء الله يا ابو سعيد ايضا يتواجد مع هذه النخبه الجميله من هذه الشعارات المميزه. نتمنى التوفيق يا ابو سعيد. بينما اللي في المركز الثالث هناك من الجانب الثاني يحجز الرقم عني، رابع وخامس المراكز كلهن تعود ملكيه لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رافع السعيد المكتوم مع حمد بن راشد بن خدير. اللي في المركز الثالث هناك اللي هي حربه، نحن بنقولها اللي في المركز الثالث لحمدان بن يمع بن حميد بن عم، هي نقلتنا على السادس المراكز، المركزات ولا نعم المركزات هناك اللي هي هملوله اللي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. بينما اللي في المركز السابع، اللي في المركز السابع تتواجد معنا هناك سلهوده سيف بن سعيد بن حضيرم الاجتبي، وفي ثامن المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن خطير. النقلة هناك على المركز التاسع شواهين سئل بن مغير بن سالم بن حارب العميمي، وفي عاشر المراكز من تنضم معانا اللي هي شواهين خليفة بن حمد بن سبعين المحرمي. ما شاء الله عشرة مراكز والأسامي يعني من هذه اللحظات بدأت تزيد سرعتها، بدأت يعني تسوي كوكبة، تسوي يعني هنا عرض جميل من بداية هذا الشوط. ما شاء الله الشاهينية حتى هذه اللحظة هي المسيطرة على المركز الأول، صامدة على مقدمة الشوط أول وثاني المراكز كلهن تعود ملكيتين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد السعيد مكتوم وحمد بن راشد بن خدير. النقلة هناك على ثالث مراكز شواهين لخليفة بن حمد وسبعين المحرمي، رابع المراكز متدين حربة حمدان بن يمعة بن حميد بن عم هي المنصوري أيضا من التواجد الشاهيني، هناك على المركز الخامس لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن خدير. بينما اللي في المركز السادس، المركز السادس هناك معنا هملولة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي سابع المراكز شعار العميمي أيضا يتواجد مع الشاهين سيل بن مغير بن سالم بن حارب العميمي، وفي المركز الثامن، المركز الثامن انخلي ولا هملوله لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم محمد بن سعيد بن حلوة، هو المتواجد الثامن التاسع المراكز هناك مع ملوح لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. ما شاء الله هناك مياسه في المركز العاشر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع محمد بن عبد الله بن صبيح الفلاسي. هكذا كانت النتيجة، ما شاء الله هكذا هي النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام والطريق والاتجاه إلى خط النهاية، الاتجاه إلى خط النهاية 1400 متر ما تبقى عن خط النهاية يا مضمرين، 1400 متر ما تبقى عن خط النهاية، واللي يبغي الناموس يتقرب مع الموقع الناموس، يتقرب مع موقع الناموس، حلقة الناموس. الله يا شواهين، شعار بن المحرمي هو من يسيطر على المركز الأول، خليفة بن حمد بن سبعين المحرمي، ولكن هناك من الجانب الثاني شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة، ثالث المراكز الشاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم مع رابع، وخامس المراكز حمد بن راشد بن غدير اشتبي حملولة، هناك في المركز السادس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميني. أول نداء هنا مع الضبية في المركز السات ولا السابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب، واللي يقوم بعملية التضمين عبد الله بن عبد الله بن طير بن سهيل العامري
ايضا هو المتواجد. هكذا هي النتيجه الى ثامن المراكز. هناك ملوح لسموشه مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم، سعيد بن عبيد بن خليفه الحميري، وفي المركز التاسع مياسه لسيدي صاحب السموشه محمد بن راشد المكتوم مع محمد بن عبد الله بن صبيح، وفي المركز العاشر سلهود لسموشه احمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان الغويس. ما شاء الله ما شاء الله، شوف العرض هنا على مقدمه الشوط، شوف السيطره، شوف الاداء الجميل، هذا الاداء المميز. ما شاء الله ما شاء الله يا الشاهينيه، غيرت حياه المركز الاول، سيطرت على المركز الاول، ولكن بن سبعين يا بن سبعين ايضا عاد والعود احمد. يعني شوط قلت لكم عند الانطلاق شوط يبالي تكتيك، شوط تكتيكي، شوط مميز. الشاهينيه لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع النقطه الرابعه. المركز الثاني شواهين لخليفه بن حمد بن سمعين المحرمي، ما بقى الا 100 متر. سلام سلام سلام، اللحظات الاخيره، اللحظات الاخيره، الكوكب الاخيره، سلام للمقام السامي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والسلامات لحمد بن راشد بن غدير الواثق. نقلتنا على ثالث المراكز، هناك شواهين خليفه بن حمد بن سبعين المحرمي المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الرابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، خامس المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. ما شاء الله، صراع قوي حتى خط النهايه، صراع مميز في هذه الرياضه، في هذا الشوط الجميل. 6 دقائق 16 ثانيه 21 جزمة الثاني هو التوقيت لهذا الشوط. تهانينا والناموس.